اي نعم. لا الخلع لابد ان يحكم فيه القاضي. يعني المرأة لا تستطيع ان تخالع قالت لا بس هذا مهرك يلا مع السلامة. لا الخلع لا يقع من المرأة ولا صارت المرأة تطلق. الخلع يقع من القاضي وليس من المرأة، وإنما المرأة تذهب إلى القاضي وتطلب الخلع أو تذهب إلى زوجها وتطلب الخلع، فالرجل هو الذي يخالع ولكن المرأة هي التي تطلب، لكن هي لا تنهي الحياة الزوجية. الذي ينهي الحياة الزوجية إما الزوج وإما القاضي إذا رفض الزوج.